ما سليت وطن الجمال ولا ابتغيت بديل غير الجمال وقلبي يسرك ما شوف مال وزيل اليمين وانا راني الشمال عز في هوا عزاني احنا عبد الله مهدي ناشط بحركة قرفنا من أجل إسقاط المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان عبر وسائل التغيير السلمية. حركة كونت في العام 2009 في شهر 10 بالتحديد. بدايتها كانت من طلاب جامعيين من مختلف الجامعات السودانية. كان هدفنا في البداية إسقاط نظام الإنغاز اللي هو سيطر على الحكم في السودان من العام 89 عبر انقلاب عسكري. أنا اسمي صفاء عبد الله، أنا من السودان، من مواطنين الخرطوم، من الأصل من إقليم دارفور. أنا مقيمة في القاهرة وأنا ناشطة حقوقية وسياسية. من قبل انفصال جنوب السودان وبعد انفصال جنوب السودان بدأت الحراك لي في شكل طابع تاني في الجامعة، وليه خطاب موجه تجاه الطلبة نفسهم والدولة السودانية والحكومة السودانية. في الوقت ده قفلت الجامعة حوالي 3 مرات يعني في السنة نفسها بفترات مختلفة جدا لقمع التظاهر ومنع التظاهر، ودلال على كده انه دلوقتي حد دلوقتي انه نص الجامعات في السودان هي مقفولة، وهي اكبر الجامعات، يمكن تكون جامعة النيلين، جامعات اتحاد المصارف، جامعات مختلفة جدا هي مقفولة بأمر القانون. يعني الحراك هو الجامعة وليه مطالب هي حريات ومطالب مساواة ومطالب وقف حرب ومطالب سوء إدارة اقتصاد موجودة في السودان، والمواطن تعب يعني من فكرة إنه في حرب ليها مدى 30 سنة ومش بتوقف، بتراكمات مختلفة جدا في السودان بسوء إدارة المتعاقبين على الحكم في السودان. زاد الوضع سوءا طبعا بعد وجوء يعني بعد مجيء الدولة الإسلامية اللي هي دولة الكيزان، وبعد كده تحول الوضع إلى أسوأ بكتير جدا لأنه بدأ في قمع مباشر باسم الدين والتلاعب بالدين والتجارة بالدين باسم الناس وقمعهم وتحريض يعني تسليح مواطنين على مواطنين واستخدامهم حتى هم في وتخويف منهم حيتم إبادتهم إذا هم ما بدوش الناس التانيين زي ما بتم في دارفور. يعني حرب دارفور هي تسليح قبائل ضد قبائل عشان بيقولها إنه الثورة دي بتقوم ضدكم، مش ثورة ضد الحكومة، مش ثورة ضد الظلم، مش ثورة ضد التهميش. الشعب يدين تجار الدين، الشعب يدين تجار الدين، الشعب يدين تجار الدين. الاحتجاجات الطلابية الموجودة الآن بالإضافة للحراك اللي بيحدث في الأحياء يعني مفترض إنه يتواصل كما هو يعني خلال الفترة دي. في تصورنا خلال يوم 30 يونيو المقبل بنفتكر انه حيكون الخروج اللي هو حيكون بصورة اكبر تنظيما، يعني كما هي تدعو الاحزاب الان عبر وسائل الاعلام المتاحة لنا. ففي دعوات يعني للتظاهر خلال اليوم ده، ونتمنى انه يعني تواصل المظاهرات خلال الفترة دي كلها. انا بدعو كل السودانيين من عن طريق الفيديو ده انهم ينزلوا تظاهروا ويتضامنوا مع الانتفاضة الشعبية الموجودة في الشارع.